اهم المشاكل اللي بتواجهنا عشان خاطر نقوم بالاقتصاد المصري. قبل ما بنفكر في الاقتصاد المصري لازم نقوم بالعوامل اللي هتؤدينا ليه، زي مثلا التعليم، زي الصحه. وانا مش هينفع اقوم باقتصاد مصري لو انا مش عندي تعليم كويس ولا صحه كويسه. واقترح يعني لو حضرتك عايزه اقتراح مني، احنا نفسنا بصراحه نبقى بلد صناعيه وعندنا مصانع زي الصين مثلا. القضايا السياسيه والقضايا الوطنيه زي طبعا تعمير سيناء، من القضايا اللي احنا برضو نحب ان هي كلها وجود في الحوار الوطني. لازم الاحزاب كمان تنزل، يعني الاحزاب تنزل وتعيش مع الناس، لان في مشاكل كتير جدا للناس، فلازم تعيش معاهم وتعرف ايه الوضع بالظبط. لان يعني انا برضو ده اقتراح بالنسبه لي، ان الاحزاب السياسيه مش موجوده على ارض الواقع، فلازم تنزل على ارض الواقع. الصعيد محتاج كتير، محتاج مصانع، محتاج فرص عمل لأبناء الصعيد. والله هو يعني البلد فيها تنمية والصعيد فيه تنمية، بس برضو في الشباب محتاج متطلبات، محتاج يعني عاوز شغل. الأفكار اللي حاببها أو المقترحات الفترة الجاية أنها تحصل، أن الحوار يتعمل منه جلسات في كل محافظة، لأن ده هيبقى فيه فرصة كبيرة جدا للشباب اللي مش هيقدر يسافر أو مش هيقدر يبقى عنده وقت كافي للسفر للقاهرة وحضور الجلسات. بتمنى أن القائمين على هذا المؤتمر يحسنوا من آلية انعقاد هذا المؤتمر، ويحسنوا من آلية العمل داخل هذا المؤتمر، وأن التوصيات اللي بيخرجوا بيها للإدارة وللحكومة المصرية تكون مرتبطة بمدة زمنية لتنفيذها على أرض الواقع، ولابد أنها تكون ملزمة. بتمنى أن الحوار الوطني المصار دلوقتي في جميع أنحاء الجمهورية في كل المحافظات، وإحنا من محافظة جنوب سيناء، أنه يكون ليه أثر والناس تسمع صوتنا ويشوفوا القضايا اللي بتشغلنا هنا هوت. إحنا كقطاع سياحة أهم قضية عندنا طبعا قطاع السياحة هنا هوت كله. أنا بكلمكم هنا من شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وأتمنى أن الحوار الوطني يناقش كذا نقطة. بالنسبة لي أول نقطة وأولها أهمية هي السياحة. أنا يعني مثلا ابني مريض سرطان بنزل بيه مستشفى 57، الموضوع يعني مكلف ومتعب جدا سافر. لو يوفروا مثلا مستشفى أو حاجة لمرضى السرطان هنا في شرم الشيخ يبقى أحسن من البهدلة والتكاليف. المطالب اللي أنا يعني كنت أتمناها هنا في البحر الأحمر إن يزودوا العلاج على نفقة الدولة ويطوروا منظومة الصحة اللي هو التأمين الصحي. طبعا في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتطورت الدولة كلها بمنظومة الصحة والتأمين الصحي، ونتمنى إن شاء الله من سيادته إن هو يعني يكمل المشوار إن شاء الله في البحر الأحمر، يبقى في منظومة للصحة، الناس بدل ما تسافر القاهرة أو تسافر أسيوط أو الأماكن البعيدة دي، لا يخفف العبء على الناس ويعمل المنظومة المتكاملة هنا بالنسبة للتأمين الصحي. عايزين الاهتمام بالقطاع السياحي واللي هو يخص تدريب وتأهيل العمالة بالنسبة للشباب والفتيات اللي هم يعني يعتبر وجهتنا وهم اللي بيتعاملوا مع السياح. تعديلات تبقى في قانون الأحوال الشخصية، لأن قانون الأحوال الشخصية في الفترة الأخيرة كله منحاز للمرأة انحياز كامل، وفي سيدات كتير أساءوا استخدام القوانين أو أساءوا لاستخدام القوانين في الفترة دي. والله إحنا إذا كنا هنتكلم على قضية مهمة يبقى قضية التعليم. أنا طلباتي إن إحنا ممكن حرية تداول المعلومات بالنسبة للصحفيين مع الجهات التنفيذية. بطلب من الحوار الوطني إن ينظر ويناقش موضوع المنظومة التعليمية ويكون فيها تطوير وأفيد، بحيث إن يتخرج لنا كوادر على مستوى المسؤولية، كوادر عملية مش كوادر نظرية. العمل على صورة الانتهاء من قانون المحليات حتى يتسنى للأجهزة المحلية أو المحليات إنها تعمل رقابة على الأسواق وتعمل رقابة على الأجهزة اللي موجودة التنفيذية في داخل كل محافظة. حرية الصحافة والإعلام. الصحافة والإعلام في مصر كان دائما أحد ركائز القوة الناعمة للدولة المصرية، وأنا يعني أريد أن يأخذ الإعلام وتأخذ الصحافة دورا أكبر ومساحة أكبر
للتعبير عن المجتمع. أهم نتيجة دلوقتي بالنسبة لنا احنا كشعب مصري الحالة الاقتصادية اللي في البلد. نتمنى أن الحوار الوطني يتطرق إلى الناحية الاقتصادية ونعالج التضخم في ظل سياسات من خلال سياسات صحيحة تقوم بها الدولة خلال الفترة القادمة إن شاء الله.